احنا خدمنا معه، ضربنا مع الفنانة تامر، مع المرحومة العزيز الشاب، استوديو رمضان، استوديو خمسة، أنا وخويا ومراته الهريبان، ما خلينا فاش خدمنا. ولكن عزيزي خلنا واحد البصمة جنايا، صديق قبل الطريق. مسكين أي جنازة كتلقاه، أي واحد في السبيطار كتلقاه، واليوم واش لقينا شي واحد؟ يلا لقينا شي سبتي هو كاين. فين هما الآخرين؟ حنا من العيب والعار كنشوفو هادشي، مبقيناش بغينا نشوفوه. بغينا نشوفهم متحدين وفرحانين ودايرين يديهم يد بعضياتهم ويزيدوا يعطيو، لأن حنا هما علمونا الخدمة، علمونا الوقت. شنو هو ديال التورناج كنضربوا معاهم وكيوقفوا معانا وكنزيدوا. ولكن دابا راه ولات القضية ماشي هذيك. كنطلب منهم يعطيو واحد، يردوا الأوراق ديالهم ويرجعوا يعطيو يد الله لبعضياتهم. بحال اليوم ما حضروش ليه الناس بزاف، حنا يلاه كنشوفوا الناس اللي عندهم نقدروا نمشيو. حنا عندنا كلشي سواسيا، وهاد البلاصه راه اي واحد غيجي لها، كبير شانو صغير شانو. تحيه جمعويه لكم جنود الخفاء اللي بيكم باش كنوصلوا الصوت ديالنا، وبيكم باش كنعطيو. الله يسر الامر ديالكم. كاين بعض الفنانين اللي دابا جاهم تزامنا مع الوفاة ديال سي بوجمع، وجود بوعزيز الله يولي برحمته الله، فبالتالي ان كاين هناك لعدو تورناج الله يكون في العوان، كاين هناك لعدو عروض فنيه لا في مسرح الطفل ولا في مسرح الكبار. يعني كاين الناس اللي في جوالات، كاين الناس اللي ملتزمين اللي كيصوروا دابا في التلفزيون، يعني وكاين الناس اللي في مهرجانات داخل الوطن وخارج الوطن. فالغيب حجته معاه كما كنقول لكم. بوعزيز عزيز انا كنكون مكانو جالسين يعني ومخدامينش، راه كلشي كان غادي يحضر، ومني انا وجبدي. يعني راه انا من الناس اللي الله نزلتنا الطياره غير البارح من تونس من نابول، وبالتالي حنا حضرنا، لان ما يمكنش لينا واحد الفنان عنده واحد العقده عقده مؤقته ولكن محكوم عليه بالعمل، يعني محكوم عليه ماشي ديال راسه، وبالتالي ما ناخذوش لان هذه الامور كتوقع في جل الفنانين، كتوقع شويه ديال ما بين الفن وما بين الخدمه، كتجي واحد الوقت اللي كتكون فيه الرواج، والفنان راك عرفتو اللي ما خدمش راه غادي يريح واحد المده، وهذه ملي كتجي هذه المناسبه راه ما تلوم حتى واحد. والله يجازيكم انتم كشباب اللي كتنوروا الرأي العام، وبعزيز الله يرحمه والله يوسع عليه.